زيارتي إلى الولايات المتحدة هي للقاء الأبراشيات ولا علاقة لها بالسياسة أو الحكام. هذا ما أكده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبيل مغادرته إلى أمريكا على متن طائرة خاصة يملكها رجل الأعمال جيلبير شاغوري. وكان في وداعه على المطار وزير السياحة فادي عبود ممثلا رئيس الجمهورية. وقد أكد الراعي خلال تصريحه على مواقفه السابقة. غبطة البطريرك في ضوء كل ما حكي عن هذه الزيارة، من سيقاطع من خلال زيارتكم إلى الولايات المتحدة؟ البطريرك الراعي سيقاطع الرئيس أوباما أم الرئيس أوباما سيقاطع البطريرك الراعي؟ أنا لست رجل دولة ولا رجل سياسة. أنا كبطريرك أقوم بزيارة راعوية لشعبنا، وأنا لم أطلب مقابلة مع أحد. لا نستطيع أن نضع زيارتي كل مرة يتحرك البطريرك يعني يقوم بزيارة سياسية. لست رجل دولة ولست رجل سياسة. أنا أزور كل الأبرشيات، يفرض علي القانون الكنسي على البطريرك أن يزور الأبرشيات كل 5 سنوات مرة. لا أطلب أن أقابل الحكام، هذا يطلبها الجاليات الموجودة إذا أرادوا. ولذلك هذا الموضوع إذا استجيب لطلب الجاليات ووقت الرئيس وسواه يسمح يشرفني. هل مواقف غبطة البطريرك الراعي تعكس مواقف الفاتيكان والكرسي الرسولي؟ يكفي أن نقرأ ما يقول الفاتيكان والكرسي الرسولي لنعرف إذا كانت هذه ما أقوله أنا ينسجم أو لا ينسجم. أخيرا اقرأوا خطاب وزير خارجية الفاتيكان في الأمم المتحدة. لا يعني أن كل مرة أقول كلمة ينبغي أن يكون الفاتيكان موافق أو غير موافق، نعرف ماذا يقول الفاتيكان ونعرف كيف نتكلم نحن أيضا. وعما إذا كان سيزور سوريا، قال الراعي إنه واجب علي من باب القانون الكنسي أن أزور كل الأبرشيات وكل شعبنا في الأردن والأراضي المقدسة وسوريا وكل العالم العربي، فينبغي زيارة كل الموارنة في الوطن العربي.